السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على تصنيع اللبن وتكسير اللبن، لايبوجينيسيس ولايبوليسيس. هنبدأ باللايبوجينيسيس، ده بيحصل في الويل فيد ستيت وبيحصل في الاديبوس تيشو والليفر وفي المامري جلاند. طب انا ليه بصنعه في الاديبوس تيشو؟ عشان استخدمه كستورج للانرجي، بعد كده في الليفر عشان اخليه ريليز كتاج في للبلازما واخليه يروح للاكسترا هيباتيك تيشو، في المامري جلاند عشان اصنع التاج بتاع الملك. لايبوجينيسيس هو تصنيع التاج من الجليسرول و 3 فاتي اسيد، يعني هجيب جليسرول ونجيب 3 فاتي اسيد واركبهم على بعض. طيب اول حاجه هعملها ان انا هعمل اكتيفيشن للجليسرول وهعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد عشان اعرف اركبهم على بعض واعمل تاج. اكتيفيشن للجليسرول 3 فوسفات، ده بيحصل ازاي؟ بيحصل بطريقتين، يا ان دايركت يا اما دايركت واي. طب ايه هي الدايركت واي؟ اللي انا هستخدم عادي الجليسرول كاينيز، احول الجليسرول 3 فوسفيت بالجليسرول كاينيز انزيم واستخدم اي تي بي واحولها لاي تي بي وفوسفيت عادي بوجود المغنيسيوم. بس ده بيحصل في الليفر والمالماري جلاند. ليه؟ احنا قلنا الخطوه دي هدفها ترابنج، اللي انا اعمل ترابنج للجليسرول 3 فوسفيت انسايد السيل عشان اعرف استخدمه، واستخدمه في اي طريقه على حسب انا موجوده فين. طيب الانزيم ده موجود فين؟ في الليفر وفي الممري جلاند، بس مش موجود في الاديبوس تيشو، هو absent in adipose tissue. ده هيهمني في حاجه؟ هيهمني جدا، لان انا عايزه اعمل ريليز لما اجي اكسر التاج، عايزه اعمل ريليز للجليسرول، احوله من الجليسرول 3 فوسفيت للجليسرول واخرجه الفري جليسرول عشان الخليه بعد كده تعرف تستخدمه كجليسرول. بس انا لو فضل الجليسرول 3 فوسفيت انسايد الاديبوس تيشو فانا كده مش هعرف اخرجه. يبقى هو ده اهميته، ان هو مش موجود في الاديبوس تيشو لكن موجود في الليفر وفي الماماري جلاند. طيب لو انا في الاديبوس تيشو ازاي هصنع؟ اكيد بالاندايركت واي. ايه الاندايركت واي اللي انا هصنع جليسرول 3 فوسفيت؟ من حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ من ذهب داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ده كان مركب في الجلايكوليسيس باس واي، كان موجود في الباس واي ده كده في الاول، فانا هعمل كان بيحول الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت للجليسرول 3 فوسفيت. ازاي احوله ليه؟ عن طريق انزيم اسمه جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، والانزيم ده كان بيستخدم ناد اتش بلس بروتون وبياخدها ويحولها لناد، والانزيم ده كان ريفرسيبل. يعني انا كده استخدمت عملت اني باسوي عشان اعرف اجيب منه الجليسرول 3 فوسفيت واستخدمه في الاديبوس تيشو، استخدمت الجلايكوليسيس باسوي، يعني جبت الجلوكوز وكسرته علشان اجيب منه الجليسرول 3 فوسفيت ده وانا في الاديبوس تيشو. طيب انا جبت دلوقتي الجليسرول 3 فوسفيت من الجلايكوليسيس عن طريق مين؟ الجلوكوز. طيب يعني انا لازم ادخل جلوكوز الاول للاديبوس تيشو علشان اعمل جلايكوليسيس واجيب منه جليسرول 3 فوسفيت. طيب الجلوكوز عشان يخش الاديبوس تيشو محتاج ايه؟ محتاج جلوتي 4. جلوتي 4 علشان يبقى اكتف، اللي هو الريسبتور بتاع الجلوكوز على الاديبوس في الاديبوس تيشو. طب عشان يبقى اكتف محتاج مين؟ محتاج الانسولين، فهو انسولين ديبندنت، محتاج الانسولين عشان يحصل له ترانسلوكيشن واعرف ادخل الجلوكوز للاديبوس تيشو واجيب منه جليسرول 3 فوسفيت. علشان كده الانسولين بيبقى لايبوجينيك هرمون، هو اسمه لايبوجينيك هرمون. ليه اسمه لايبوجينيك هرمون؟ عشان هو اعمل لي اولا انا في فولي فيد ستيت، يعني انا عندي هاي انسولين ليفل في فعمل لي ستيميوليشن للتاج سينثيسيس. يعني فهو عمل لي اول حاجه عملها الانسولين ان هو دخل لي جلوكوز كتير عشان اعرف اجيب منه جليسرول 3 فوسفيت واشتغل الباسوي بتاعي، فهو عمل لي ستيميوليشن للجلايكوليسيس وجبت منه ذهب وجبت منه اي تي بي برضه والناد اتش بلس بروتين اللي محتاجها الانزيم، وجبت منه اسيتايل كو اي وعلشان اعمل فاتي اسيد سينثيسيس. ما انا لازم اصنع الفات عشان اصنع التاج، فانا جبت عمل ستيميوليشن للجلايكوليز، عمل ستيميوليشن للاتش ام بي باس واي علشان يجيب لي منه ناد بي اتش بلس بروتون واستخدمها برضو تصنيع الفات. عشان كده الانسولين اسمه لايبوجينيك هرمون. طيب قلنا اول خطوه اللي انا عملت اكتيفيشن للجليسرول 3 فوسفيت، تاني خطوه اللي انا اعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد لاسايل كو اي، ده اخدناها في الفيديو اللي فات عن طريق اسايل كو اي سينسيتيز انزيم او السايو كاينيز الاسم التاني ليه، ده استخدم اي تي بي وحولها لاي ام بي وخرج بايروفوسفيت. بقى عندي دلوقتي اسايل كو اي وبقى عندي جليسرول 3 فوسفيت، فانا دلوقتي اقدر اركبهم على بعض واصنع التاج. جليسرول 3 فوسفيت ده علشان هركب عليه اسايل كو اي، ف
فالانزيم بتاعي بقى اسمه جليسرول 3 فوسفيد اسايل ترانسفيريز. حصلت على واحد مونو اسايل جليسرول 3 فوسفيد، ايه الواحد يعني موجود على الكربونه الاولى، حطيت الاسايل على الكربونه الاولى بتاعه الجليسرول 3 فوسفيد. برضو هستخدم برضو نفس الانزيم بس بقى اسمه ايه، مونو اسايل جليسرول 3 فوسفيد اسايل ترانسفيريز، وهجيب برضو اسايل كو اي واخرج كو اي اس اتش علشان احصل على فوسفاتيديك اسيد. فوسفاتيديك اسيد ده عباره عن جليسرول 3 فوسفيد وعليه 2 فاتي اسيد. الفوسفاتيديك اسيد ده قدامه طريقين، لو انا هخرج منه الفوسفيت فانا هكمل في طريق تصنيع التاج، لو انا هخلي الفوسفيت فيه فانا هصنع فوسفو ليبيد علشان استخدمه في السيل ممبرين. لو انا ما شلتش منه الفوسفيت فانا هصنع فوسفو ليبيد، لكن انا لو شلت منه الفوسفيت زي في الباسوي بتاعنا ده عن طريق الفوسفاتيز انزيم، دخلت ووتر وخرجت الفوسفيت ان اورجانيك علشان احصل على داي اسايل جليسرول من غير فوسفيت، اسمه داي اسايل بس جليسرول. داي اسايل جليسرول ناقص له اسايل اسايل علشان يبقى تراي اسايل جليسرول، فعن طريق داي اسايل جليسرول ترانسفيريز هركب له اسايل كو اي واخرج كو اي اس اتش. انا حصلت كده على التاج بتاعي. طيب انا في الباسوي ده انا ما قلتش ريت ليميتنج انزيم، هخليه في الريجوليشن في الاخر. طيب دلوقتي هنتكلم على اللايبوليسيس. اللايبوليسيس ده اللي انا هكسر التاج بتاعي، ده بيحصل فين؟ بيحصل في الاديبوس تيشو بس، بيحصل في الوايت اديبوس تيشو. ده بيحصل فين كمان؟ امتى بالذات؟ في البرولونجد فاستنج، يعني مش ليت في يعني مش في الايرلي فاستنج، لا برولونجد فاستنج بعد 8 ساعات من اللاست ميل. او لو انا لو انا مصري وبعمل ايه اكسرسايز، فانا محتاجة طاقة، فلازم الاديبوس تيشو بتاعي يكسر التاج علشان يجيب لي الطاقة. هنقوله في الاخر برضه. لو انا كسرت الفات هخرج فاتي اسيد وجليسرول. طيب ايه هي الخطوات بتاعتي؟ التاج بتاعي هكسر منه يعني هخرج فاتي اسيد فري فاتي اسيد، بس على خطوات زي ما احنا ركبناهم على خطوات هنكسرهم برضه على خطوات. اول خطوه اللي انا هحصل على الداي اسايل جليسرول عن طريق هرمون سنسيتيف لايبيز. هرمون سنسيتيف لايبيز هو الكي ريجولاتوري انزيم الباس واي ده او الريت ليميتنج انزيم، وخرج لي واحده فري فاتي اسيد داي اسايل جليسرول عن طريق الداي اسايل جليسرول لايبيز احوله المونو اسايل جليسرول، وادي تاني فاتي اسيد خرجتها، تالت فاتي اسيد اللي انا والجليسرول بقى اللي هيخرجوا مع بعض ان هو اكسر المونو اسايل جليسرول بالمونو اسايل جليسرول لايبيز، كده خرجت تلاتة فاتي اسيد والجليسرول. طيب لا الجليسرول بتاعي هدخله للليفر او الكيدني عشان اعمل جلوكونيوجينيسيس واجيب جلوكوز واخرجه للبرين او اديه للبرين عشان انا عندي التاج ما بيعرفش عندي البراد برين بارير او ما بيعرفش عندي البلاسنتر بارير اللي هنا في بريجننسي، فانا لازم اكسر الفات بتاعي الاول واجيب منه الجليسرول واحول الجلوكوز، والجلوكوز هو اللي يروح للبرين. لكن الفاتي اسيد اللي انا خرجته ده همشيه في البلازما، في البلازما متحمل على الالبومين واوديه للمصل لو انا في ديورنج مصل اكسرسايز، واجيب منه اي تي بي او اوديه للليفر اجيب منه اي تي بي علشان اعمل جلوكونيوجينيسيس. طيب وصلنا للريجوليشن بتاع اللايبوليسيس. احنا قلنا كي ريجولاتوري انزيم هو اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. هرمون سنسيتيف لايبيز ده بيبقى ريجوليتد باي كوفالنت موديفيكيشن. كوفالنت موديفيكيشن يعني هو هرمونات، وهو من اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، يعني اول لما بيحس الهرمون اللي شغال عليه بيبدا يشتغل يبقى اكتيف ويعمل اكتيفيشن لللايبوليسيس وفي نفس الوقت انهيبيشن لللايبوجينيسيس، او يبقى ان اكتيف فيعمل انهيبيشن لللايبوليسيس واكتيفيشن لللايبوجينيسيس. طب لو انا في فاستنج ستيت او في مصر اكسرسايز، مين الهرمونات اللي هتشتغل عليه؟ هي الابينفرين والنور ابينفرين، جلوكازون، الاي سي تي اتش والتي اس اتش والجروس هرمون، كل دي هرمونات بتعمل استيميوليشن للادينايل سايكليز. او في هرمونات تانية بتساعد الهرمونات دي اللي بتعمل عليه اكشن على طول، زي ايه الهرمونات دي؟ الهرمونات دي اللي هي الكورتيزول سايروكسين، بس هما ما بيعملوش اكتيفيشن للباسوي على طول، لا ده اللي بيعملوا بيساعدوا الاكشن بتاع الابينفرين والنور ابينفرين والجلوكازون ان هما يشتغلوا على النايل سايكل.
انهم يشتغلوا على الادينايل سايكليز، فيعملوا سايكليك اي ام بي، سايكليك اي ام بي بروتين كاينيز اللي هيعمل فوسفوريليشن للهرمون سنسيتيف لايبيز، فيعمل اكتيفيشن لللايبوليسيس. في حاجات تانية بتعمل ستيميوليشن لللايبوليسيس زي الميثايل اكزانسين اللي في القهوة والسايوفيلين، عن طريق ان هم بيعملوا انهبيشن للفوسفودايستريز انزيم، فهيزودوا سايكليك اي ام بي اللي هو مش هيكسر اللي هو بيكسره يعني. فده هنعمل ستيميوليشن للهرمون سنسيتيف لايبيز اللي هي اكتف اللي هيبقى اكتيفيتد. ده بيعاكس شغل الانسولين، لان الانسولين كان بيعمل ستيميوليشن للفوسفودايستريز انزيم اللي بيكسر السايكليك اي ام بي، فيخلي الهرمون سنسيتيف لايبيز اكتف. في الويل فيد ستيت بقى الهرمون اللي شغال عندي هو الانسولين. الانسولين بيعمل ثلاث حاجات على الانزيم ده. اول حاجه ان هو بيعمل فوسفو دايستريز انزيم، ان هو بيعمل اكتيفيشن للفوسفو دايستريز انزيم اللي هيقلل السايكليك اي ام بي، وبالتالي سايكليك اي ام بي بروتين كاينيز هيقل، فمش هيعمل فوسفوريليشن للهرمون سنسيتيف لايبيز. تاني حاجه بيعملها ان هو بيعمل بيعمل اكتيفيشن للفوسفو بروتين فوسفاتيز انزيم اللي بيعمل ان اكتيفيشن للهرمون سنسيتيف لايبيز، ان هو بيشيل الفوسفيت اللي عليه، فبالتالي بقى ان اكتيف. تالت حاجه بيعملها انه بينهبت الجين اللي هو ادينايل سايكليز اللي بيعمل سايكليك اي ام دي، فمش هيخليه يطلع اصلا. في حاجات تانية بتشتغل مع الانسولين زي البروستاجلاندين اي 1 والنيكوتينيك اسيد، دول بيعملوا انهبيشن للادينايل سايكليز. الباسوي الوحيد اللي ما عندوش كي ريجيلاتور انزيم هو اللايبوجينيسيس. اللايبوليسيس واللايبوجينيسيس بيحصلوا الاثنين في السيتوبلازم، عشان كده والهرمون الوحيد عندي هو الريت ليميتنج انزيم هو الهرمون سنسيتيف لايبيز. لما هو يبقى اكتيف هيعمل انهبيشن لللايبوجينيسيس، لما هو ان اكتيف هيعمل ستيميوليشن لللايبوجينيسيس. السلام عليكم.